ما شاء الله. وش تقول يا مدير جروبنا؟ اقول يا طول عمر هذا الجراد ما شاء الله. هذا نطبخ حي ها حي الله الله ما شاء الله كبار ما شاء الله طيبات طيبات بنقرمشها ان شاء الله الليله. كيف تقرمشها ورنا الطريقه يعني؟ باذن الله بوريكم الطريقه لا لا شوف 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 ابوريك يعني اذا في اذا امسك الجراده لا اله الا الله كذا طال عمرك اسلم اسلم شفت ورجليها هذي رجليها هذي نعم تنتفها نعم عشان تضبط معك نعم ها وقول بسم الله لا 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 ما شاء الله ده حي شوف كم من البنزين ها على 50 يلا 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 البنزين شوف وشوله ها شوف في الجراد البنزين على 50 يلا شيله ها في الجراد ايه لا 50 انا باع ب 70 واعطيه ب 50 والله انا باع ب 50 ايه اسمع انا احرجها قدامه يا اخوي حرام والله انا بس